السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني مرة أخرى في قناة دروس لدرس من دروس مادة العلوم الفصل الدراسي الثاني. موضوع درسنا لهذا اليوم مراجعة الفصل السابع من إعداد وتقديم معلمتكم الأستاذة سارة المغربي. ماذا ستتوقعون أحبائي أن نتعلم اليوم؟ نبدأ وعلى بركة الله. سنتعلم اليوم بعض المهارات العلمية من خلال الإجابة على بعض التساؤلات. سنتعلم اليوم يا أحبائي كيف نقارن وكيف نربط ونجيب إجابة صحيحة ونجيب على الصور ونقرأها، بالإضافة إلى الربط بين الصور وبين الإجابات وأسئلتها. إذن سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى بعض المهارات العلمية من خلال الإجابة على بعض التساؤلات. بداية أحبائي، السؤال يقول: أكمل كل من الجمل التالية باستخدام الكلمة المناسبة. عندي ثلاثة جمل، وعندي ثلاثة كلمات، وعندي الصورة تذكركم بما تعرفتم عليه في دروس سابقة في هذا الفصل. الجمل تقول: رقم واحد، تدور الأرض حول خط وهمي يسمى. ما الكلمة المناسبة أحبائي من هذا المربع وتناسب هذه الجملة؟ خط وهمي يمر بمركز الأرض من الشمال إلى الجنوب، إنه. بارك الله فيكم، المحور. رقم اثنين، يتعاقب الليل والنهار بسبب. ها أحبائي، هل هي مدار الأرض؟ أم هي المحور؟ أم الحركة الدورانية؟ أتذكرون أحبائي كوكب الأرض الذي نعيش عليه له حركات؟ حركة؟ رائع، حركة حول محوره والذي ذكرناه في الإجابة السابقة. هذه الحركة حول محورها؟ ممتاز، أي أنها تدور على نفسها وتدور على نفسها وحول محورها كل 24 ساعة ينتج عنها. بارك الله فيكم، الليل والنهار. إذن إجابة رقم اثنين، دوران الأرض حول نفسها وينتج عنها تعاقب الليل والنهار كل 24 ساعة أسميها. رائع، الحركة الدورانية. هذه الأرض التي تدور حول نفسها وتدور أيضا حركة أخرى حول. ممتاز، حول الشمس. بارك الله فيكم، تتبع مسارا في دورانها حول الشمس يسمى. ها أحبائي، رقم ثلاثة، المسار الذي تتبعه الأرض في دورانها حول الشمس يسمى. هل هو مدار الأرض؟ أم المحور؟ أم الحركة الدورانية؟ نعم أحبائي، أسمع الإجابة الرائعة. بارك الله فيكم، مسار تتبعه الأرض في دورانها حول الشمس يسمى مدار الأرض. رائع أحبائي. عندي مشكلة يا أحبائي، وهي أن الأرض تدور ونتيجة لدورانها يتعاقب الليل والنهار.
كيف يسبب دوران الأرض تعاقب الليل والنهار؟ لاحظوا أحبائي وتذكروا من هذه الصورة، حينما تدور الأرض حول محورها ينتج عنها رائع تعاقب الليل والنهار. في الجهة مقابلة للشمس، بارك الله في الحلوين، والجهة البعيدة عن الشمس ممتاز مظلمة. إذن إجابة لحل سؤالنا، نعم تدور الأرض حول نفسها وكذلك حول الشمس، ونتيجة لدورانها حول نفسها وحول الشمس لا تبقى في مكانها، يتغير. ممتاز رائع، يتغير موقعها. لذلك الجانب الذي يواجه الشمس يكون رائع، يكون نهار، أما الجانب الآخر فيكون، بارك الله فيكم، فيكون الليل. إذن تدور الأرض حول نفسها وحول الشمس ويتغير موقعها، ينتج عنها جانبين، جانب يواجه الشمس ويكون النهار، أما الجانب الآخر فيكون رائع ويكون الليل. شكرا على حلكم هذا السؤال. ضع كل كلمة مناسبة من الكلمات التالية في مكانها الصحيح على الصورة. أتذكرون هذه الصورة يا أحبائي؟ نعم تذكرونها وتذكرون مكوناتها. نعم إنها الأرض التي نعيش عليها وتواجه الشمس. خط يمر بمركز الأرض، يمر من الشمال إلى الجنوب. ممتاز، يناسبه أي كلمة من الكلمات الثلاث؟ هل هي النهار أم الليل أم المحور؟ رائع أحبائي، إنه المحور. رقم 2، جانب يواجه الشمس، ينتج من دوران الأرض حول محورها، إنه النهار أم الليل؟ نعم إنه النهار، بارك الله فيكم. أما الجانب الآخر الذي هو بعيد عن الشمس فينتج عنه، بارك الله فيكم، ينتج عنه الليل. رائع أحبائي. هيا أحبائي لإجابة هذا السؤال، ماذا ينتج عن دوران الأرض؟ تذكروا أن الأرض لها كم حركة؟ ممتاز، حركتان، حركة حول، رائع، حول محورها، بارك الله فيكم. إذن دوران الأرض حول محورها ويسبب تعاقب الليل والنهار. الحركة الأخرى يا أحبائي ذكروني. ممتاز، حركة حول، رائع، حول الشمس، وتسبب، رائع، تسبب الفصول الأربعة، لأن الأرض أثناء دورانها يتغير موقعها. رائع يا حلوين. كيف يمكن معرفة ما إذا كان الوقت ظهرا دون النظر إلى الساعة؟ لاحظوا الصورة هنا أحبائي، أتذكرون ملكة الكون؟ إنكم تشاهدونها في هذه الصورة. ها أحبائي، كيف أعرف الوقت ظهرا دون النظر إلى الساعة؟ أنظروا إلى ماذا في الصورة يا أحبائي. رائع يا حلوين، إنها تتضح كل نهار. ممتاز، الشمس. إذن أنظروا إلى موقع الشمس. رائع يا حلوين، موقع الشمس أين يكون في هذه الصورة؟ بارك الله فيكم، إنها في أعلى السماء. إذن
إذا كانت في أعلى السماء ينتج عنها تحت الأجسام وحلها. ممتاز ظلال. وعندما تكون الشمس في الأعلى تكون الظلال. ممتاز قصيرة. إذا كانت الظلال قصيرة فإن الشمس أعلى ما يمكن عند الظهر. إذا أعرف الوقت ظهرا عندما أرى الظلال قصيرة وتكون الشمس في أعلى السماء. رائع يا حلوين. هيا نجد الاختلاف في هذا السؤال وكذلك التشابه. فيما يختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء؟ ها يا أحبائي، أتذكرون حينما وصفنا الفصول؟ نعم، بارك الله فيكم وإجاباتكم. يختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء؟ رائع، في تغير الطقس. يقول لكم الصيف: أنا الصيف ودرجات الحرارة عالية ونهاري فيه أطول. أما الشتاء فيقول: أنا أبرد ونهاري قصير. أحبائي، ما التشابه بين فصل الصيف وفصل الشتاء؟ ها، رائع، إنهما كلاهما فصول السنة، كذلك أنهما ينتجان من دوران الأرض حوله. رائع يا حلوين، من دوران الأرض حول الشمس. بارك الله فيكم. أتذكرون هذه الصورة يا أحبائي؟ نعم، اربط رقم كل فصل بما يناسبه من صفات تراها في الصورة. هنا الفصول: فصل الخريف، وفصل الشتاء، وفصل الربيع، وفصل الصيف. لاحظوا الصورة الأولى هنا يا أحبائي، كيف نصفها وكيف نعرف أي فصل تناسبه؟ ممتاز، في هذه الصورة إنها فصل. رائع، إنها فصل الخريف. كيف عرفتم ذلك يا أحبائي؟ نعم، بارك الله فيكم، لاحظتم هنا تساقط الأوراق. رائع، الصورة الأخرى إنها فصل. بارك الله فيكم، فصل الشتاء. كيف عرفتم ذلك؟ ممتاز، لقد تغير الطقس وتساقطت الثلوج ويصبح فيه الجو بارد. نعم، في الصورة الثالثة إنه فصل. بارك الله فيكم، فصل الربيع. كيف عرفتم ذلك يا أحبائي؟ إنكم رائعون، لأن الألوان فيه زاهية وتتفتح فيه الأزهار والأوراق تصبح خضراء. رائع، كذلك الجو يصبح فيه لطيف. في الصورة الرابعة، رائع، فصل الصيف. كيف عرفتم ذلك؟ أيوة، بارك الله فيكم، من خلال درجات الحرارة العالية وكذلك يظهر فيه الشمس. ممتاز، بارك الله فيكم، ويلبس فيه ملابسا تخفف عنا حر الصيف. رائع يا حلوين. سؤالي الآخر يا حلوين: ما الذي يسبب حدوث الفصول؟ أتذكرون الفصول الأربعة؟ لها سبب في تغيرها. هل هو: رقم واحد، دوران الأرض حول محورها؟ ها يا أحبائي، دوران الأرض حول محورها ينتج عنه؟ رائع، تعاقب الليل والنهار، إذا ليست هذه الإجابة. رقم اثنين، هل هو: ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس؟ أي أن محور الأرض مائل والأرض تدور حوله بشكل مائل، كذلك تدور حول الشمس. ها أحبائي، أم هي رقم ثلاثة، مدار الأرض ومدار القمر؟ أم رقم أربعة،
بعد الشمس عن الأرض. نعم يا أحبائي، ممتاز على الحلوين المتابعين، إنها رقم 2، ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس. رائع يا حلوين. أكملي الفراغ التالي لننهي مراجعتنا لهذا اليوم. السؤال: تتم الأرض دورة كاملة حول الشمس في؟ ها أحبائي، أتذكرون الرقم الذي ربطناه بالرياضيات؟ نعم، دعوني أذكركم، إنها سنة كاملة. إذا تتم الأرض دورة كاملة حول الشمس في؟ رائع، 365 يوم. بارك الله فيكم وفي مراجعتكم يا حلوين، وإلى لقاء آخر في درس آخر ومراجعة أخرى من دروس العلوم.